انت دايما تخاف لو انت وصلت بسرعة، لأن اللي بيوصل بسرعة بيقع. ده فن ويحترم برضه يعني. لا ما فكرتش فيه بصراحة. لا لا انا سايبها كده، سايبها كده. هو المهرجانات، المهرجانات عموما ده فن ويحترم برضه يعني. بس انا مش هقدر ان انا اغنيها، لان انا دلوقتي بحاول ان انا اوصل لمكان معين. ايه؟ اكيد مين فينا ما بيسعاش للترند؟ بس عايزه اقدم حاجه تكون كويسه قوي، ترند يكون كويس قوي يعني. مثلا زي بنت وضناي اللي انا عاملاه ده، طلع ترند، ترند جامد قوي كمان. بعض ممكن ينط ويقف، يعني بيقدم اغنيه بيسموه تبقى اغنيه لوحدها او كده. انت بتطوري انت بتسميه ازاي؟ ازاي تفضل ده؟ بص انا اقول لك حاجه دلوقتي. انت بتقول دلوقتي ان سهل توصل والكلام ده، لا. انت دايما تخاف لو انت وصلت بسرعه، لان اللي بيوصل بسرعه بيقع. لا ينحت في الصخر زي ما بالظبط بيقولوا. كده، لازم اتعب ولازم ينحت فعلا في الصخر، عشان بعد كده هيحس بطعم النجاح. ولما يحس بطعم النجاح بحاجه تعب، هو تعب فيها، ساعتها هيعرف يحافظ عليها قوي. يبقى نسمع مقطع من أغنيتك يعشموك. يعشموك أنا سمعت إن في مقطع فيها بتغني لبنتك ابن أو كده. بنت وضنايا. اه أه بس دي دي أنا غير دي. فكرتني أول ما سمعتها بشادية أو فقرات قديمة كده في الأغاني، فسمعنا مقطع تاني. بنت وضنايا ده ترند تاني غير يعشموك. يعشموك. طب سمعوا يا نن عيني انتي، يا روح قلب امها، يا لحاجة في الحياة دي كلها، بنت وضنايا وفرحتي اللي بعيش لله، ومستحيل يمسوا شعرة منا. قريبا في مشاريع اخرى فيها. اه بإذن الله. انا اصلا انا ماضيه في روتانا، وخلصنا ميني البوم، خلصنا 4 اغاني منهم يعشموك نزلت لسه 3، وبنجهز اليومين دول المفروض تصوير بعد كام يوم. اصلا هنصور كليب بين 2، وان شاء الله في خير كتير باذن الله جاي. والله احيانا 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 ايوه احيانا بفكر ان انا امثل، بس ربنا يسهل. انا بفكر فرصة هتفكري اه ان شاء الله، اه ان شاء الله. ومش هيشغلك ده عن الغناء لا ولا لا لا خالص خالص. انا بحب شغلي عموما، فهتلاقيني مهتمة بيه قوي، فمش حماف. بالتوفيق ليكي والقناة كل نجاح ميرسي وتكوني قوي، نجمة في المستقبل. ميرسي قوي، ميرسي قوي، ميرسي.